لحظة صعبة، محمد صلاح أمامنا هو، ودي أمامنا يعني يتعرض لكل الأمور، ويبدو أنه مش هيقدر يكمل المباراة النهائية. محمد صلاح والإصابة، يورجن كلوب والحسابات تختلف، حساباتها تختلف طبعا في هذه اللقطة. شوف الجماهير، شوف أمامنا ردة الفعل من جانب الجماهير في هذه اللحظات. ده إيجيبشن كينج أمامنا هنا في هذه اللقطة، 44 هدف هذا الموسم، كان وصل آير راش إلى 47 هدف كان في عام 84. ما زال أمامنا هو بكاءك غالي يا أبو مكة، أمامنا هنا يبكي في هذه اللحظات. قدم موسم رائع، موسم استثنائي، كنا دائما وأبدا نتخوف عن هذه اللحظة اللي أمامنا هنا بتبعد محمد صلاح، لا يستطيع إكمال اللقاء أمامنا. وشوف اللقطة على وجوه هذه الجماهير، على وجوه العشاق والمحبين والأنصار، وماني يطمن على محمد صلاح اللي يبدو أنه لن يكمل اللقاء، لن يكمل اللقاء أمامنا هنا. وآدم لالانا هو البديل القادم أمامنا هنا، آدم لالانا البديل القادم اللي هيشترك في هذه المباراة بعد إصابة نجمنا النجم الكبير محمد صلاح. ألف سلامة لأبو بكة، ألف سلامة للنجم الكبير محمد صلاح، إن شاء الله يلحق بمباريات المنتخب المصري الودية أمام كولومبيا وأمام بلجيكا إن شاء الله قبل كأس العالم وانطلاقة كأس العالم أمام أوروغواي وروسيا والمملكة العربية السعودية. استبدال وخروج اضطراري، يعني اللقطة دي كانت دائما أمام عيني، دائما كده عندي عام 93. محمد صلاح وقوع وسقوط في هذه اللقطة وإصابة، اتمنى له السلامة، كتف الحمد لله. هذه أمامنا هنا سيرخيو راموس يعبر عن الضغوط اللي جواه، يعبر عن ما بداخله مع محمد اللي سجل طبعا زي ما قلنا في هذا الموسم الأهداف اللي سجلت من الثلاثي اللي صلاح. نتمنى السلامة إن شاء الله لمحمد صلاح لأنه بيشكل قوة ضربة مع هذا الفريق. حال الترقب كلنا في هذا الوقت، كل بيضع ايده على قلبه طبعا. امامنا محمد صلاح 44 هدف، وسجل النجم فيرمينو 27 هدف، وسجل ماني كتير حتى وصل محمد صلاح اللي بيعطينا الامل، بيعطينا صلاح شبهنا مننا، عشان كده كلنا بنتعاطف مع اصبرنك صلاح. وقسوه كبيره جدا من راموس اللي خد 34 فرحه، بيعطينا المتعه، لكن هنا الصراع القوي ما بين راموس و... شكرا على المشاهدة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق، وكذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.